افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية في دورته 31 وسط عدد كبير من كبار الشخصيات في المجتمع ورؤساء الدول الصديقة. يحرص مهرجان الجنادرية على أن يقدم في كل سنة أصالة المملكة العربية السعودية وثقافتها العريقة بهدف تعزيز الهوية العربية عامة والسعودية خاصة. طبعا نحن نقدم كل يوم فعالية معينة خاصة بتراث المدينة القديم. هذا التراث يمثل التراث القديم الخاص بالمدينة من كل يوم فعالية. هذه الفعالية توضح اللي هي أيام زمان، الناس اللي عايشين زمان كيف كانوا عايشين بجميع لبسهم، تقاليدهم، عاداتهم، زينا نقول الناس العاديين من الحج كيف يستقبلوهم كانوا الأهالي، الناس اللي هم بيروحوا الحج كيف كانوا يفضلوا يزوروهم في البيوت ويستقبلوهم أو يودعوهم، يوم السابع، يوم الزفة، تحضير العروسة اللي هي بعد الزواج. هذه كلها طبعا الفعاليات نقدمها بصورة حية وواضحة ويتفرجوا عليها جميع النساء مع تقديم طبعا اللي هو الهدايا الخاصة بالفعالية. زي حق المدينة نشرح لهم عليه المدينة، الزبون، ظرفة الباب المسكك، يعني حاجات حلوة، أكلات المدينة، كل شيء بيت المدينة قايمين فيه. المدينة يتزفع الكراسي، بعدين الغمرة هذه اللي لتمة باللولو، بعدين عندك المسكك لما تنام الصباحية العروسة يلبسوها الزبون اللي هو الزبون، ثاني يوم زوار عند أهل العريس يلبسوها ظرفة الباب اللي هي يودوها بالتقيل يعني هناك عندهم، يعني زي كده كله ينقشوها يحنوها بيحبوا، لأنه هو شوف لا ما لبسته الوحدة وهي عروسة لما تتزوج تجيب بذرة تتمنى أنه تلبس لبنتها وهي ما لبسته لأنه هو مرغوب ما هيبطل إن شاء الله. مشاركتي الرسم وكتابة العبارات على الزجاج والسيراميك. طبعاً أنت عارفة المجالات كثيرة في السيراميك، حابة وهذا فن يعتبر شيء هوايتي وحبة أطلعه ومارسه للجمهور لحبهم لتطلعات جديدة مثل الفناجي والكاسات واللوح واللوحات الفنية، وشكلتها في عدة أشكال لحب الجمهور لهذا الشيء. الإقبال الناس جميل جداً، بس الناس ما تقدر الفن للأسف الشديد، وإحنا نحب الفن وفي يعني الناس ما تقدر الفن لأنه ما يعرفون بش قد كيف نتعب إحنا ونتعب في اختيار اللون واختيار الخامات والأنواع، بس إحنا الجمهور في إقبال كبير والله الحمد عليه. هنا في عندنا طبعاً مشغولات اللي هي الفن الديكوباج، نطبع على أي شيء يعني تحديث القديم بجديد، وفي عندنا هنا المنتوجات الشعبية اللي هي طبعا زي السلال، زي الشنط، زي الصياني حقات الاستقبال، تطوير الحديث بشيء جديد. دورته 31 سيتعرف الزوار على عادات جمهورية مصر العربية، حيث أنها تحل هذه السنة كضيف شرف، وهذا تأكيد على إصرار المملكة في تقنين الهوية العربية والانفتاح عليها.